بسم الله. في احد في المكان؟ لا الله يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهند من قناة الرعب، ورجعت لكم مقطع جديد. بداية اللهم صل على سيدنا محمد، شكرا. وظل كل بداية مقطع لازم أرجع أشكركم على دعمكم المستمر بكل المقاطع، والمقطع الأخير كثير عجبكم، كثير شفت عليه كلام جميل، وكلكم بدكم مغامرات عرب، لهيك مباشرة جبت لكم مغامرة يمكن أقوى من اللي قبلها، قد ما المغامرة ممتعة. وأتوقع كلكم شفتوا بداية المقطع شو كمية الرعب بالمغامرة هاي، وشو الأحداث اللي صارت. وصراحة أنا حضرت المحاضرة، صراحة أنا حضرت المغامرة وخلصت المغامرة، وللآن ما عندي أي تفسير للي صار. صراحة ما بدي أحكي شنو اللي صار لأنه راح تنصدموا منه أنتم كمان صراحة. فبس قبل ما نبلش المقطع، إذا مو مشترك في القناة اشترك، كل يوم عندنا مقطع جديد. ويوم الخميس قرب، يوم الخميس راح يكون مقطع مفاجأة لكل متابع بالقناة، وراح تنصدموا من القصة اللي هي قصتي، راح تكون وقصة الحادثة اللي صارت معي اللي سببت لي إعاقة حركية. وأنا بالنسبة لي ما أسميها إعاقة صراحة، لأنه ما في إشي بإذن الواحد أحد ما في إشي يعيقني وراح أستمر، بس راح يكون توضيح كامل لقصتي. ففعلوا زر التنبيهات يوم الخميس بعد بكرة إن شاء الله، راح يكون المقطع بالقناة الساعة 3 الظهر، انتظروه جميعا، لأنه أنا بحاجتكم بالمقطع حاط خاصة، لأني قلت لكم المقطع سبب حادثتي طيش وجهل الناس. فانتظروه وبإذن الواحد أحد راح يعجبكم، وراح يكون صدمة في نفس الوقت، لأنه ما مستحيل يكون واحد متوقع هذا الإشي، لكن قدر الله ما شاء فعل. وراح تشوفوا المقطع بعد بكرة، وما بدي أطول عليكم، شوفوا المقطع هذا، وإذا ما ضغط لايك اضغط لايك، لايكك يدعمني وخليني أبحث عن مغامرات قوية زي هيك. ما بدي أطول بالمقدمة، خليني نبلش مع المقطع وبسم الله. اسعد الله مسائي ومساءكم حبايب قلبي. وانا انا في الموقع الان، لكن المعلومات اللي جاتني ان هذا قصر، انه هذا قصر، لكن يا اخواني قدام المدرسه. طيب طبعا نحب نوجه تحيه للمغامر علاء بدايه المقطع مع عمر علاء صديقنا. بسم الله. سمعتوا؟ بسم الله، لازم اكشف هالعالي والله. تعب مخيف والله يا اخوان، بعد البيت مرعب صراحه، بيت كبير مبين. بسم الله. في صوت وراك. في احد في المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بكلمات الله التامة من شر ما خلق. سمو بالله. في احد في المكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين بيكون يا ابو؟ صار قسما بالله يا اخوان مطابختي صار عندي منها عقدة 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 بقوة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تسكر. بسم الله. لا 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 يا اخوان، الوضع هنا مو اخوان. ناس قالوا لي صور كذا يبان معاه كذا في جن ولا شيء. في مقولات يا جن يا جن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيء قاعد تسكر ابواب. غزال انسحب. في احد في المكان؟ ليش يا اخوان؟ بس الشبكة مرة ضعيفة، وما الوم اخوي جاسم امس والله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. في شرمة. بسم الله. من وين الصوت له؟ مو مبين مكان الصوت. يا اخوان المبنى مو طبيعي والله. هذا ما ادري ايش في داخل وراها. هذا بلكونه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. المفروض روح كل شيء مع القرآن. في صوتك فوق. في احد؟ يا رب سترك يا رب سترك يا رب. الله يستر. كان في صوت شخص اشي. والله في زي اشي بين فوق، يمكن ظل. بسم الله. ممكن سوقعت كأنه كانت واقفة وقعت. صرعتنا يا اخوان. ولا ليش فتحها؟ لانه حيل حيل يكون في سحر فيها. هاي يا جن وينكم؟ هاي يا جن. يا مجنون حمام انت. وينكم؟ ثبت حضوركم.
اغلب الخرافات تحكي لا تطلع حالك من مرايه بالليل خاصه بالحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. رب الكعبة قلبي صار يدق بسرعة. مش خوف بس ما اعرف ليش. هي ليلى تحكي لهم كنت هاي نفسها. لا مو نفسها. خلينا نروح مبنى ثاني يا اخوان. خلينا نروح المبنى ذاك يا اخوان. هي بيوت كثير مهجورة جنب بعض، مش بس بيت واحد. وانا اي شيء تشوفونه رمى علي اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض يكون مع المغامر الناس صراحة، يعني اصدقاء، عشان لو صار اشي لا سمح الله يكون جنبه. والله تكون روح لحاله، والله في اشي يتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. أحسنت نفسي بلا إله إلا الله. السلام عليكم. شكله داس عليها. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم. الله أكبر. يا ساتر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أبوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت خان، شفت خان. بارك رجلك.
خمسة المفروض يطلع المغامر صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اللي قفل الباب هذا؟ ما بسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كان فاتح آخر مرة. لا 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 هذا ما أبغاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما في السماوات وما في الأرض. الله القوي وأنتم الضعفاء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخوان أنا بنسحب. لكن لي رجع ثاني مرة، لكن لازم أخوي جاسم أو أحمد معي. أنا لازم ما يصلح أغامر هنا لحالي. الوضع جدا صعب يا أخوان. الوضع جدا صعب يا أخوان. ما يصحني أغامر هنا لحالي صراحة. وبس يا أخوان هيك انتهت المغامرة. أتمنى نالت على إعجابكم وشكرا لمشاهدتكم، وإن شاء الله أن يكون الحصن لكم وكل المقاطع تكون مرعبة زي ما أنتم بدكم. وزي ما قلت لكم لا تنسى تفعل زر التنبيهات وتشترك في القناة لنكمل القصة يوم الخميس إن شاء الله. وزي ما حكينا بدي وقفتكم معي خاصة بهذا المقطع، وأسف إذا أزعجتكم بأثناء المغامرة بكلمة وكنتم مندمجين وشتت انتباهكم. وإن شاء الله المقاطع الجاية راح تكون أغرب وأغرب. ولا تنسوا مقطع الخميس إن شاء الله الساعة 2 الظهر يكون نازل في القناة. فأنت لو ما جاك شهر يوم الخميس بالذات الساعة 2 افتح القناة المقطع يكون نازل في القناة. ما بدي أطول عليكم، شكرا لكم ونشوفكم الخميس بمقطع جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.